يعني إذا كان الطلب القطري ليس مستغربا يعني كثيرا، فيستغرب كثيرا جدا الرفض الأمريكي، أو ليس الرفض الأمريكي، التحفظ الأمريكي أو والنفي حتى الآن. يعني هي واشنطن نفت حتى الآن، ومصادر من داخل الإدارة الأمريكية نفت نية الولايات المتحدة توسيع قاعدة العديد. يعني لما تتحفظ الولايات المتحدة على طلب مغري مثل هذا؟ من ناحية التحالفات الأمريكية في الشرق الأوسط يعني قديما قد تتأثر بأي قرار من هذا النوع، ومن ناحية أخرى الموقف الداخلي جوه الولايات المتحدة برضو قد يكون واحد من الأسباب اللي جعلت الولايات المتحدة تتحفظ على الرد في الوقت الحالي، أو على الأقل تترك الأمر دون نفي. لكن في دوافع كثيرة أيضا، هي مسألة إن حساسية الموقف الأمريكي دلوقتي في الوقت الحالي. الموقف الأمريكي كان الأول بيحاول يفرض عقوبات على إيران، وثم ظهرت المشكلة الحالية في الأفق بين أنقرة وبين واشنطن. في الوقت الحالي الولايات المتحدة بتحاول إنها تتأنى كثيرا قبل اتخاذ أي قرار، والتحفظات مفهومة. لماذا تتحفظ الولايات المتحدة؟ لأن في الوقت الحالي أي تقرب من قطر بالتأكيد سيؤثر على التحالفات التقليدية للولايات المتحدة في المنطقة. أم أن يا دكتور باهر، أم أن المسألة تتعلق بـ بـ يعني بنية الولايات المتحدة نقل هذه القاعدة، وحتى ولو كان في المستقبل البعيد؟ ليس هناك أي حوار دائر على الساحة السياسية الأمريكية حالياً حوالين نقل القاعدة نفسها، وإن كان في حوار حوالين التواجد الأمريكي، تواجد القواعد الأمريكية خارج الحدود الأمريكية. الولايات المتحدة منذ قدم سياستها التقليدية كانت سياسة انعزالية، ما كانتش لم تكن راغبة في التورط كثيراً في شؤون الدول الأخرى، ولم تكن راغبة في نشر قواتها القاعدة العسكرية في كل مكان في العالم. فهي بتحاول تقلل بقدر كبير من تواجدها العسكري كاستراتيجية، لكن في الوقت الحالي لم تطرح هذه القضية، وبالذات أن حجم القاعدة العسكرية في قطر مش بحجم القاعدة العسكرية الأمريكية في أوكيناوا أو في ألمانيا أو غيرها، هي حجم أصغر بكثير. فبالتالي على قائمة أولويات الولايات المتحدة هي تأتي كأولوية ثانوية بالنسبة لها.